السلام عليكم. اليوم نعرفكم بأكبر مصنع في إفريقيا لإنتاج الألبان بجميع أنواعها، وربما واحد من أكبر المصانع والمركبات في العالم. ونشوف الحجم نتاعه اللي ينتج ما لا يقل عن 30,000 لتر في اليوم من الحليب لاستعماله في إنتاج الألبان من الأجبان والياورت، وباستعمال كل الوسائل نتاع التكنولوجيا الآخر طراز من وسائل التكنولوجيا. وهذا المركب الذي يقع في أقبو بولاية تيزي وزو عنده 7 ضيعات ديال فرم ديال فاش نتاع تربية الأبقار، اللي فيها حوالي 80 هكتار للضيعة الواحدة، واللي فيها ما لا يقل عن 250 بقرة، فيها 73 بقرة جينيس، ما يسمى جينيس بقرة الحلوب. إذن وهذا المركب اللي يعني ينتج كما قلنا ينتج 30,000 لتر من يعني المنتجات الألبان، ويوظف حوالي 20,000 عامل بين وظيفة دائمة ووظيفة غير مباشرة في يعني الشبكات نتاع التوزيع ديالو عبر التراب الوطني. إذن هذا هو مركب عقبو، مركب الصمام لإنتاج الألبان والأجبان. وأترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.